واحد بيبوس جزمتي ازاي اعتبره الراجل اللي عايشه معاه؟ ازاي؟ مش دي كانت رغبتك من الاول يا بنتي؟ وهو في البدايه والنهايه راجل وتحاسب علينا، وانت اللي ماشيه على كيفك برضه. انا عارفه، بس انا خلاص زهقت وقرفت، قرفت منه ومن شكله ومن ذله لنفسه. ده بني ادم مقزز. بس احنا ان شاء الله نرجع بالسلامه، وهتشوف انا هعمل فيه ايه، هتشوف هيجرى له مني ايه. هو في حاجه حصلت يا بنتي منكم وانت ما قلتليش عليها؟ لا طبعا. هيكون حصل ايه يعني؟ طب خدي بالك من نفسك وركزي في الكلام اللي انا هقوله لك، عشان بصراحه ربنا المقابله اللي بيني وبين زيتون من اخر مره ما كانتش مريحاني خالص. ليه؟ هو اوكل زيتون قال لك ايه؟ مش مهم قال لي ايه، المهم يا بنتي انك تخلي بالك من نفسك، خايف من سبب حصل لي حاجه وانتي ورامي تبقوا لوحدكم، يعني خايف عليك يا بنتي. بعد الشر عليك يا بابا، من فضلك ما تقولش الكلام ده، ان شاء الله هتدع واحسن من الاول كمان. افتكري؟ طبعا. بقى كده برضو يا باشا تسافر من غير ما اعرف ونقول شرف توديع سعادتك، تروح وترجع لنا بألف سلامة يا باشا. يلا يا منى ودعي بابا وبوسيه وقولي له يرجع لنا بسرعة. ايه السخافة اللي انت بتقولها دي؟ ما انت عارف ان انا مسافرة مع بابي. شوفي شنطتك فين ونزليها يا منى. انت اتجننت يا علي؟ يلا يا منى، بابا مسافر لوحده يا حبيبتي. لا، اللي انت بتقوله ده جنان. اعتبره جنان يا باشا، اعتبره جنان. منى مش مسافرة خلاص، هتقعد هنا تخدمني. مين دي اللي تخدمك يا جربوع انت؟ لا ده انت لقح بزياده بقى. اسمع اسمع، انت راجل كبير وعيان، ما تخلينيش اقل ادب عليك. ها روح تعالج وارجع لنا بسرعه. انت ازاي تكلم ابويا بالشكل ده؟ انت اتجننت زي دي بقى يا منى؟ هبقى اشرحها لك واحنا سوا. في قرار بمنعك من السفر قدامه دقايق وهيوصل لك هنا. انا الحق نفسك وسافر قبل ما يجرى لك حاجه هنا وتشيلنا ذنبك يا خليف. يلا يا منى يلا الشنط يا ابني. منى يلا يا منى امشي. راضي هنرجعهم بالعافية، هنرجعهم يا حكومة. متحامين في دراعنا وفي قلبنا الميت وفي اخواتنا اللي جنبنا. اخويا جمال الجبالي وحي يا جدع. فكر سليم ممكن يقلق من صوت ضرب النار ده؟ ابن ابوه طول عمري كنت باخده معايا الرماية وهو صغير. متقلقش، ربنا يحميه لك. ربنا يخليك. وانت بقى ما تفكر كده، تجيب لنا شوية عزوة حواليك تحميك وتقف جنبك لما تكبر. اكتر من كده حماية، كل دول رجالة، غير بقى رجالة الداخلية اللي مأمنيننا وفي ظهرنا. عايز حماية اكتر من كده ايه؟ احنا في امانة يا صاحبي، ومحدش يقدر يدوس لنا على طرف. الكلام اللي بتقوله غير اللي شايفه في عينيك. انت مأمن كل حاجه حواليك، بس مطمن. فكر يا بابا قوم شوف ناسك المشغولين. بيتك يا جيمي. يا بنتي يا زينات، ده الفرح حلو، بقالنا كتير قوي ما فرحناش. يا اختي ربنا يجيب العواقب سليمه، كل ما بنفرح كل ما بيجي وراها مصيبه. يا ستر عليكي وليه فقريه، يا اختي افرحي وخلاص. نجاتي. ايوه يا جمال. عايزك في كلمتين. تؤمر.
تعرفي علي الميري منين؟ علي الميري انا ما اعرفوش. ما تكدبيش، انا شفتك نازله معاه بالعماره وركبت معاه العربيه. بحب اقول لك قعدت فوق قد ايه كمان ولا؟ وسيدك انا مش زي ما انت فاكر والله العظيم. يبقى تقولي في ايه بينكم؟ لحد دلوقتي لسه ما قلتش لاخوكي. اخوكي لو عارف انت فاهمه ايه اللي هيحصل. خلينا نلم الحكايه بيني وبينك احسن. حاضر انا هقول لك على كل حاجه، بس ابو سيدك ما تجيبش سيره لبابا اخويا، هي تسلي منك. انت اكيد اتجننت. اتجننت رسمي. معلش يا منى استحمليني. انا ياما استحملتك. انت اتجننت يا علي؟ هات الموبايل، هات الموبايل يا علي، ووقف العربية ونزلني لحسن وحياة ديني. هفتح باب العربية وارمي نفسي واجيب لك مصيبة. طب لو انت شاطر من نفسك هترمي نفسك. هترمي نفسك. يلا يا اخوانا كل واحد يروح لحاله خلاص. الولد الفقر انت كنت عارف؟ لسه عارف بعض. مستني ايه عشان تقول لي؟ مستني تعملها لي مفاجاه؟ انت اخويا انت؟ طب ممكن تهدى عشان اعرف افهمك. افهم ايه؟ اما بيتي هو بيتك وابنك يبقى ابني، اختي تبقى بالنسبه لك ايه؟ تبقى ايه يا اخي؟ اختك تبقى اختي يا بابا. ولما تشوفها مع واحد تسكت؟ انت تقطع رقبتها وتجيبها لي في شوال؟ لا ومع مين؟ علي الميري؟ طب ليه؟ وازاي وامتى؟ هو ده بوب اللي كنت عايز اعرفه. بعد كده كنت هاجي اقول لك. تعرفه وتدور الحكايه لمصلحتك وبعدين تبقى تيجي تقول لي صح ولا انا غلطان؟ لا غلطان يا بابا. مش انا اللي اعمل معاك كده. علي الميري انا اعرف عنه اللي هو نفسه ما اعرفوش عن روحه. ولو فكرت ان اخلي حد يساعدني اكيد مش هبقى اختك. عشان اختك مش كده، عارف ليه؟ عشان تربيتك بنت جدعه وب 100 راجل. اهدى بقى كده عشان نعرف نفكر ونشوف هنتصرف ازاي. وانا بضربها شايف صوت ابويا قدامي، صوت جوايا بيقول لي عايز تدي لاختك يا فتحي. هي دي الامانه اللي انا سايبها لك. لقيت نفسي بضربها زياده، عايز اسكت الصوت جوايا ومش قادر، مش قادر احوش ايدي. لما ابوك بيموت وانت صغير تلاقي نفسك بقيت اب لاخواتك ملزومين منك، تربيهم تكبرهم وتقف في وش الدنيا لو هوبت ناحيه حد فيهم. اللي انا عملته مع نجاه ده اللي عملته مع سعيد اخويا. سعيد العيل الصغير اللي ربيته كبرته وخليته راجل وعترة. سيد راح مني في قعدة هزار.
وما بيرجعش تاني. سيد اخويا بيروح مني، بيروح وانا مش قادر اعمل له حاجه. قال لي سامحني يا اخويا، ما كانش قصدي، كان وعدني انه يكمل معايا. الليله دي نجاه كانت هتحصله، وصلت ابويا هو اللي منعني. صلى على النبي، اللي حصل حصل. وعلي ده انا ليا صرفه معاه. ده اللي بينك وبينه الدنيا، اللي بيني وبينه دنيا تانية. ماشي، اللي تشوفه هيحصل. بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. نجات لو غلطت، غلطتها تتلحق، لانه في الاخر جواز وشرع ربنا، يعني كانت قصده خير. لكن علي هو اللي كان قصد كل شر. البادئ اظلم.